السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. معانا قراءه جديده وحصريه على القناه لمواليد برج الميزان. تحياتي ليك يا برج الميزان. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. بتعاني من سحر، من قرين، من تبيعه؟ اكتب تم عشان يوصلك لينك قناتنا التانيه اللي هتلاقي عليها العلاج باذن الله. بص تبشراتك كده ما شاء الله يا برج الميزان. برج الميزان، بسم الله ما شاء الله. اول حاجه عندك يا برج الميزان، ودي اللي ظاهره قوي، ان انت عندك نجاح في حياتك، ومش كده وبس، كمان هيكون عندك نقلة جديدة. النقلة دي شوف انت مستني ايه. يا هل ترى انت مستني مولود جديد؟ يا هل ترى انت مستني تغيير عتبة؟ مستني حاجة جايالك؟ الله اعلم. بس انت عندك نقلة جديدة، والنقلة دي هتكون خير ليك، وهيكون فيها بعض التغيرات اللي انت عمال تسعى علشان تحققها. يعني اقدر اقول ان برج الميزان الفترة اللي جاية هيغير من نفسه، بس اليومين دول انت نفسيتك تعبانة، السحر هو اللي مدمر حياتك. وانا دايما اقول لك كده، مفيش توازن في امورك، رغم ان انت برج الميزان ولازم امورك تكون متوازنة، بس في لخبطة وعراقيل عندك. وفي نفس الوقت عندك نفور بينك وما بين الشريك، وانت حاليا متوتر ومش عارف تاخد قرار. وفي كمان كلام سمعته زعلك، وده اللي باين قوي ان انت زعلان. عايزاك تخلي بالك وتحذر من حد قريب منك. الحد ده قريب منك جدا، هو يعني بيدعي ان هو بيحب لك الخير، بس هو ما بيحب لكش الخير. بلاش تسمع له وتديه ودنك زيادة عن اللزوم. انت دايما بتضحي يا برج الميزان، ودايما بتيجي على نفسك يا برج الميزان، وعلشان كده امورك متلخبطة اليومين دول، وعندك نوع من انواع اللي هو لا مبالاة. اليومين دول حرفيا برج الميزان تعبان نفسيا وجسديا، في قلبه جرح، في جرح في قلبك، في طعنة في قلبك خدتها من أشخاص ما كنتش تتخيل إنهم هم يعملوا فيك كده. انت دايما عزيز النفس، علاقاتك قوية بالآخرين، بس بسبب الضغط النفسي عندك توتر وحيرة. بص يا برج الميزان، انت عندك واحدة طويلة او بيضة شعرها طويل، خلي بالك منها. وفي نفس الوقت عندك واحدة منقبة، خلي بالك منهم، علشان دول مستنيين غلطة انت تغلطها. اليومين دول انت عظمك بيوجعك، ضيق في التنفس، مش قادر تاخد نفسك، صداع مستمر، حاسس بخنقة وضيقة، وانت ما عملتش اي حاجة يا برج الميزان لده كله. انت اليومين دول مش طايق نفسك، وانا وصفت لك الستات دول عشان تخلي بالك منهم. في كمان هنا حد كبير في السن، الحد ده مركز معاك قوي قوي يا برج الميزان، وبيحب يعرف كل تفاصيل حياتك، يحب يعرف كل حاجه عنك. فياريت تخلي بالك وما تديش حد ان هو يتدخل في خصوصياتك ويتدخل في مجال حياتك. اعمل حدود بينك وما بين الاشخاص اللي ممكن تحس بس ان هم يأذوك. دايما اقول ان برج الميزان روحانياته عالية جدا، والحاجة اللي بيحسها بتحصل على طول ومن غير تردد، بس عندك خوف يا برج الميزان. برج الميزان اليومين دول خايف، عندك وضع مكركب، والوضع ده باين جدا ان انت متوتر وحزين. عندك كمان خلاف بينك وما بين حد هينتهي بخير. انت اليومين دول عندك مكالمة، المكالمة دي هيكون فيها عتاب، وهيكون فيها لوم وقال وكلمة. فياريت تخلي بالك وتخلي بالك من الكلام اللي طالع من لسانك، علشان خاطر ما تزعلش الطرف التاني منك. وانت اصلا اليومين دول مش محتاج تسمع كلمة حلوة، محتاج حد يقف جنبك ويدعمك على الخير، علشان اللي فيك محدش حاسس بيه. انت في ضغط نفسي وفي تقلبات مزاجية، فياريت تخلي بالك. وعايزك تحذر من العين والحسد، علشان العين والحسد يا برج الميزان واخد دور كبير جدا في حياتك. ودايما العيون مركزة في حياتك كده بأكمل التفاصيل. وزي ما قلت لك، انت ظهرك بيوجعك، تكتف، تنمل في جسمك، حاسس بوجع غريب. يعني انت حاسس بوجع، الوجع ده انت بتقول مش في جسمي، انا عمري ما كنت كده. ده بسبب العين القوية اللي جيالك من الاشخاص اللي هم يعتبر بياكلوا عيش وملح معاك يا برج الميزان.
انت زعلان على الخذلان اللي خدته منهم وانت كويس معاهم، زعلان ان هم عملوك كده وانت ما تستاهلش، انت زعلان على نفسك وفي نفس الوقت صعبان عليك نفسك قوي، وبتقول الحمد لله ان هي جات على قد كده. يعني برضو رغم ده كله بتقول الحمد لله وبتحمد ربنا، وعلشان كده ربنا هيجبر بخاطرك جبرا تاما يتعجب له اهل السماء والارض. بس انت اهدى وهدي اعصابك، عندك بشرة وسلطة في حياتك، وزي ما قلت لك مكالمة في طريقك هتفرحك، فما تقلقش يا برج الميزان، عشان انت عندك دعم في حياتك الفترة اللي جاية، وفي نفس الوقت كمان هيكون عندك صلح مع ناس في حياتك. برج الميزان حظك بين ايدك، حظوظك حلوة، وسكتك هتتفتح لك من بعد وقف الحال وعدم التيسير الفترة اللي فاتت. كان عندك في بعض الأمور مفيش توازن، الأيام اللي جاية هيكون في توازن، وهيكون عندك نقلة زي ما قلت لك، وعندك فرحة هتكون في أرض البيت أو تغيرات هتفرحك وهتصلح من أمورك بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. برج الميزان أنت عليك ضغط نفسي رهيب، عليك ضغط نفسي رهيب، عليك مسؤولية كبيرة، عليك مسؤولية كبيرة، أو مسؤولياتك زادت، مسؤولياتك زادت، عندك حزن وضيق، عندك حزن وضيق، عندك خنقة بتجيلك من غير أي سبب، خنقة بتجيلك من غير سبب، أنت بتبقى قاعد هادي وفجأة تكون حزين وتفضل تعيط بسبب اللي أنت عملته في حياتك، بسبب إن أنت غلطت، بسبب إن أنت ندمان. أنت شايل حمل كبير جدا يا برج الميزان، شايل حمل كبير، شايل حمل كده بطريقة رهيبة، شايفة لك تغيير بإذن الله، وهيكون عندك انطلاقة جديدة، هيكون عندك انطلاقة جديدة. شايف يا برج الميزان، انت المقربين منك أزينك، اللي بيقفوا جنبك وبيدعموك هم الأغارب، الناس الغريبة، الناس الغريبة بتبقى أحسن عندك من المقربين يا برج الميزان، الناس الغريبة أحسن من المقربين عندك. دموعك على خدك دايما، دموعك على خدك دايما، اتظلمت من أبراج كتيرة جدا، وبرج السرطان ظلمك، برج السرطان ظلمك ووجع قلبك، برج السرطان ظلمك ووقع وجع قلبك بطريقة رهيبة. انت متقيد، انت متكتف يا برج الميزان، مربوط، حد حاطط مسكك من رقبتك، مخليك مش عارف تاخد خطوة لقدام ولا عارف تعمل ايه، ومش عارف تطلع من اللي انت فيه. انت منع عينك تغير بيتك، منع عينك تطلع من اللي انت فيه، منع عينك تطلع من اللي انت فيه. ايه الحاجة اللي عملتها وندمان عليها؟ ايه الحاجة اللي انت عملتها وندمان عليها؟ انت عندك طاقة ندم يا برج الميزان، عندك طاقة ندم رهيبة. شايف عارف طاقة الندم دي في ايه؟ طاقة الندم ان انت وقفت وكبرت وعلمت وديت، واول ما عضوا الايد اللي اتمدت لهم، عضوا الايد اللي اتمدت لهم يا برج الميزان. انت نفسك تسافر، نفسك تسافر، عايز تطلع من اللي انت فيه بكل الطرق، وباذن الله هتطلع بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، علشان انت اتظلمت بجد، انت اتظلمت ودموعك دايما على خدك، وعشان كده بدات تعيد حساباتك، بدات تفكر اكتر، بدأت تشغل بالك أكتر، بدأت تطلع الطاقات السلبية اللي بتحوم على حياتك أكتر، بدأت تركز على هدفك، بدأت إن أنت ما تركز وراء الكلام والنميمة اللي بتحصل، بدأت تفكر بطاقة إيجابية، بدأت إن أنت تقف على أرض صلبة يا برج الميزان. أنت مش عايز تشمت حد فيك، وإن شاء الله بإذن الله اللهم لا شمت محدش هيشمت فيك، علشان أنت ما تدهمش الفرصة، ما تدهمش الفرصة. إيه المكان اللي نفسك تروحه؟ ايه المكان اللي نفسك تروحه بعيد عن الناس وتبقى فيه لوحدك؟ انت مش عايز حد معاك. بسم الله ما شاء الله، انت بدأت تفصل عن الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية، بدأت تفرح نفسك بنفسك يا برج الميزان، بدأت تفرح نفسك. مين الشخص اللي ما بينك وما بينه فرق سن كبير؟ مين الشخص اللي بينك وما بينه بينك وما بينه فرق السين؟ انت نفسك حد يدخل حياتك يقلبها، نفسك حد يدخل حياتك تحس قد ايه عوض كان من ربنا. انت محتاج بجد حد يطبطب عليك يا برج الميزان، بجد انت محتاج حد يطبطب عليك، حد ياخدك في حضنه ويقول لك احكي لي، محتاج تحكي لحد من غير ما تجامل في كلامك وتخاف ان هو يقول لك ايه اللي انت بتقوله ده، محتاج حد يكون سند ليك في حياتك. الاشخاص اللي بتقول عليهم سند بيطلعوا أشخاص مش كويسين، أنت بجد محتاج حد يكون كويس يدخل على حياتك،
عندك حد باربع وشوش، عندك حد باربع وشوش، عندك حد مش كويس، خلي بالك. انت عايش في حرب، عايش في حرب، واكتر حاجة الحرب اللي مع نفسك يا برج الميزان، اكتر حاجة الحرب اللي مع نفسك. مين الطفل المريض عندك ومصدوم صدمة كبيرة؟ في طفل عندك مريض وتعبان، في طفل عندك مريض وتعبان، شايف يا برج الميزان؟ والله العظيم ربنا هيرضيك، ربنا هيرضيك وهيوسع رزقك. انت مشكلتك عارف ايه يا برج الميزان؟ ان قلبك طيب قوي، قلبك طيب وما بتفكرش، قلبك طيب وما بتفكرش. خسرت حاجات كتيره جدا بسبب برج السرطان، خسرت حاجات كتيره جدا. مين الشخص اللي ناوي يعمل عمليه في حياتك؟ مين الشخص اللي ناوي يعمل عمليه او انت ناوي تعمل عمليه؟ المهم يا برج الميزان ان انت بدات تعيد حساباتك، وبدات تخرج ناس من حياتك، وبدات تقول هو ده في حياتي يا ترى هيستغل مني، وما بقتش ايه، بقيت لما تتصدم ما بقتش ايه تزعل زي الاول. ليه؟ عشان انت بقيت متوقع، بقيت متوقع ان هم اصلا هيصدموك من كتر ما وقع عليك الغدر والخيانات من اقرب الناس منك. حصل عندك يا برج الميزان من كام يوم مشكله، حصل عندك من كام يوم عندك مشكله، او حد اتصل بيك وانت ما رضيتش ترد عليه، انت في حد اتصل بيك وانت ما رضيتش ترد عليه. انت مشتاق لحد غايب عنك بقاله مده يا برج الميزان، مشتاق لحد بقاله مده بعيد عنك. ليه يا برج الميزان لما بتدخل من باب شقتك بتحس بالخنقه والضيقه والتعب؟ ليه مش بتكون طايق نفسك؟ بتطلع من البيت مبسوط وحياتك جميلة، بتدخل البيت مهموم حزين مكتئب، ما بقيتش حابب تقعد البيت، بقيت نفسك تقضي يومك كله وتقضي حياتك كلها برا البيت، كرهت البيت وكرهت اللي فيه. السحر دمرك، في مليون حاجة مدمراك يا برج الميزان. أحلامك كلها بتتحقق، أحلامك كلها بتتحقق. عندك شخص في حياتك عصبي، شخص عصبي كده ودايما خلقه تحسه في مراخير ودايما بتحاول تدادي فيه وتحايل، شخص عصبي ومش طايق نفسه. في ست عندك عقربة يا برج الميزان، الست دي زي هي مش هقولك زي العقربة، هي اصلا عقربة موجودة معاك على طول ومش سايباك في حالك، ودايما بالها مشغول بيك، دايما بالها مشغولة. الستة دي مش حبالك الخير، ولا ليك ولا لأطفالك، ولا ليك ولا لأطفالك، دايما بوشين، حواراتها كتير ومشاكلها كتير، وخلي بالك منها، خلي بالك منها، علشان هي ست مش كويس، هي سبب مشاكل كتيرة جدا في حياتك. ست كده مش كويسة، هي انت قلبك ما بيرتاح لهاش، قلبك ما بيرتاح لهاش يا برج الميزان، وبتحس ان هي فعلا مش كويسة بس مش متأكد، او انت ما بتعرفش تاخد موقف من حد غير لما بتلاقي اثبات وبتلاقي دليل. اللي انت فيه ده هيخلص، اللي انت فيها تتخلص منه، بلاش تدخل في صراع بينك وما بين العقل والقلب، لو دخلوا في صراع بين بعض هتتعب نفسيا وانت اصلا تعبان. عندك رجوع حق، عندك رجوع حق بفضل ربنا، علشان شايفه لك فرحه واحتفال، شايفه لك فرحه باحتفال باذن الله. عندك مرات الاخ، مرات الاخ دي مش كويسه يا برج الميزان، مؤذيه وانسانه خبيثه وبوشين، خلي بالك منها. ناويين على غدر يا برج الميزان، ناويين على غدر، احذر وخلي بالك، ناويين لك على غدر. ليه دايما حزين بس رغم ان انت عندك خروج من الهموم؟ انت دعيت ربنا وربنا استجاب. انت عندك صداع، والصداع ده لازم ترتاح منه، الصداع ده لازم يرتاح منه. في اشخاص حواليك بيحبوك، في اشخاص حواليك بيحبوك بس هم بعاد عنك، الاشخاص دول بيحبوك، عايزين لك الخير، عايزين لك الخير. انت خاب ظنك في اقرب الناس ليك، خاب ظنك منه. انت اللي معيشك على الدنيا املك في ربنا، املك في ربنا كبير جدا جدا. اكتب تم عشان يوصلك علاج السحر يا برج الميزان. شايفة كمان يا برج الميزان انه في شخص كان بينك وما بينه مشكلة قديمة عايز يصلحك، في شخص كان بينك وما بينه مشكلة من فترة عايز يصلحك. بص الشخص اللي من دمك ولحمك، اللي بيسمع كلام
صحابه او بيسمع كلام اهله، معرفش، في شخص من دمك ولحمك قريب منك، الشخص ده مش كويس، الشخص دي مش كويس. انت شغلك بسبب العين خسرته، شغلك بسبب العين خسرته. عندك 3 بومات وممكن يكونوا 4 قاعدين في وشك، 3 بومات قاعدين في وشك يا برج الميزان، ودايما عاملين لك توتر وعاملين لك حيرة. في كلام زعلك وضايقك، في كلام، بسم الله ما شاء الله، رغم انه في كلام زعلك وجرحك وقلبك وجعك، بس والله العظيم انت عندك نقلة وعندك تغيير، عندك نقلة وعندك تغيير. وعايز اقول لك فلوسك اللي اتسرقت منك او اللي راحت منك ربنا هيردها لك، ربنا هيردها لك. برج العذراء غدر بيك يا برج الميزان، برج العذراء غدر بيك وظلمك. شايفة كمان ان فلوسك هترجع لك، وديني بقولها لك تاني وبرددها لك، فلوسك هترجع لك. عندك برج الحوت كان بيحبك بس انت انفصلت عنه يا برج الميزان، انت انفصلت عنه، فالحاجة اللي اتسرقت منك ان شاء الله بإذن الله هترجع لك، وربنا هيعوضك خير، ربنا هيعوضك خير. والأوراق اللي في المحكمة دي هتخلص، الأوراق اللي في المحكمة دي هتخلص. انت في حد قاعد لك ومتكتف قاعد لك في حياتك يا برج الميزان، نظرة عينيه بتخوف، نظرة عينيه بتخوف. انت حصل عندك فروقات كتيرة مع اقرب الناس ليك، وطلعت ناس كتيرة جدا من حياتك، بس ما تقلقش والله العظيم انا عارفة ان انت مظلوم ومغدور، عارفة ان انت مظلوم ومغدور. انت اصلا فكرت من يوم في الانتحار بسبب الضغط اللي عليك، وفكرت ان انت مش عايز اي حد، اعتزلت عن كل الناس، ما بقتش حابب التجمعات، بدأت ان انت تبقى لوحدك، انت حبيت الوحدة اكتر من اي حد يدخل حياتك. الامنية بتاعتك هتتحقق. مين الاشخاص اللي وعوا من نظرك؟ مين الاشخاص اللي وعوا من نظرك؟ بسم الله ما شاء الله، والله العظيم عندك رجوع حق، بس خلي بالك من التعابين، وديني برددها لك تاني، وراك تعابين وعراكيل، انت قدامك عراكيل، قدامك كم خطوة لازم تتخطاها علشان تنجح وتكمل، قدامك كذا خطوة لازم تعملها علشان تنجح وعلشان تتكمل. بسم الله ما شاء الله، برج الميزان عنده خطوبة او انت ناوي على خطوبة. انا عارفة ان انت شايل حمل وشايل مسؤولية وشايل ضغط عليك، بس عندك تغيير علشان نفسيتك هتتحسن الفترة اللي جاية، نفسيتك هتتحسن وهيكون عندك انطلاقة حلوة، هيكون عندك انطلاقة حلوة. خلي بالك في شخص مقرب منك، في شخص مقرب منك عامل لك وجع دماغ. الفترة اللي جاية دي يا برج الميزان هتدخلها بفرحة، هتدخلها بانطلاقة جديدة، هتدخلها بتغيير بفضل ربنا سبحان الله وتعالى، انت اصلا مستني التغيير وهتحصل عليه. مين الشخص اللي عندك من برج الدلو اللي دايما شخص من برج الدلو بيحبك، وشايفة كمان برضو انه وراجل من برج الحوت بيحبك وخايف عليك، ودايما بيدلك على طريق الصح، دايما بيدلك على طريق الصح. شايفة ان انت بالك مشغول بدراستك، نفسك تنجح، نفسك تعدي، نفسك تبقى حاجة كويسة، بالك مشغول يا برج الميزان، بالك مشغول بدراسة، بورق، بقضية الله اعلم، بس بالك مشغول في حاجة تخص ورق. شايفة كمان انه في اشخاص كتيرة جدا بعدوا عنك الفترة دي يا برج الميزان، وبتسأل نفسك هم بعدوا عني ليه رغم ان انا كنت كويس معاهم. في شخص بيتمنى لك الشر وبيحوم حواليك، في شخص بيتمنى لك الشر وبيحوم عليك، خلي بالك وبلاش تدخل اي حد حياتك، اديك دخلت واتضرب. مين الشخص اللي عندك من برج الميزان؟ عندك ابن من برج الميزان، الابن ده مظلوم في الدنيا او تعبان. بسم الله ما شاء الله، عايز اقول لك لو هو تعبان او في ضيقه او في خنقه طمنه، لاما تروح وتسمعه بنفسه. عايز اقول لك ان ربنا هيشفيه خلال اسابيع معينه، هيتحسن وهيبقى عنده انطلاقه جديده، بس اكتب تم عشان يوصلك فيديو علاج السحر، وتقرا عليه الايات المعينه علشان ربنا ان شاء الله باذن الله يغير من حياته ويغير من اموره بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى.
يعني الشخص المريض عندك عنده شفاء، طمنه وفرح قلبه علشان الشخص ده تعبان وانت زعلان عليه. عايز اقولك ان انت عندك تعويض من ربنا، تعويض حلو جدا يا برج الميزان، وان شاء الله باذن الله هيكون عندك نقله وتغيير. راجعت دكتورك انت، او انت بتتعالج عند دكتور نفسي بسبب الصدمات اللي انت وقعت اللي وقعت عليك، انت بتتعالج عند دكتور نفسي او بتزور الطبيب النفسي، بتبقى عايز تتكلم، انت من وقت للتاني بتكون مخنوق ونفسك تكلم حد، ونفسك حد يسمعك، نفسك حد نفسك تتكلم مع حد وحد يسمعك. عايز اقول لك شقى عمرك راح هدر يا برج العذراء، شقى عمرك راح هدر. لو اي حاجه رجعت لك من الماضي بلاش تفكر فيها، لو اي حاجه رجعت لك من الماضي بلاش تفكر فيها. كان عندك علاقه مع برج الجدي وحاليا في زعل، وحاليا في زعل. انت بتتمنى التوفيق لكل الناس وبتتمنى الخير لكل الناس، بس محدش بيتمنى لك الخير ولا التوفيق ابدا، دايما بيغدروا بيك وبيظلموك، دايما بيغدروا بيك وبيظلموك. انت بتدعي ربنا بالذرية الصالحة يا برج الميزان، بتدعي ربنا بالذرية الصالحة، وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك وهيكرمك بالذرية الصالحة. مين الفتاة اللي كانت مقربة منك من برج العذراء وجالك منها الغدر والخيانة وجالك منها الطعنات، وزي ما قلت لك الراجل اللي بينك وما بينه فرق سن ده اللي اتدخل حياتك ودمر حياتك، ربنا هينتقم منه عشان نصب عليك، خد فلوسك، خد حالك، لخبط لك حياتك، دخلك في توتر وفي حيرة وخلاك ما بتنامش الليل يا برج الميزان، خلاك ما بتنامش الليل. ربك وحده بس اللي يعلم انت قد ايه قلبك مكسور وقد ايه نفسيتك تعبانة. ما تقلقش، ربنا هيحسن لك كل الامور. ليه مرات الاخ دايما بالها مشغول بيك؟ عشان غيرانه منك، غيرانه منك وبتوصل كلام عنك غلط وبتوسخ في سمعتك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيها. انسانه خبيثه، انسانه مش كويسه، انسانه خبيثه مش كويسه. عندك واحده ست من برج الميزان تعبانه، عندك واحده ست من برج الميزان تعبانه. عايز اقول لك وقف الحال اللي انت فيه ده، في مكالمه شغل جايه لك يا برج الميزان، والقضيه دي بسبب الديون اللي عليك او بسبب الرزق باذن الله هيكون عندك انطلاقه حلوه. والله انت قلبك ابيض بس محدش حاسس بيك، انت قلبك طيب بس محدش حاسس بيك. عندك اسئله كتيره جدا ونفسك تلاقي اجوبه عليها، عندك اسئله كتيره جدا ونفسك تلاقي اجوبه عليها. عندك اخت من برج الثور، عندك اخت من برج الثور، الاخت دي عامله لك مشاكل، عامله لك مشاكل رهيبه يا برج الميزان، مخلياك متضايق ومخلياك حزين وبالك مشغول دايما. انت محسود ومفيش حاجه مريحاك، محسود على بيتك، على حياتك، على فلوسك، على كل حاجه محسود عليها يا برج الميزان. فخلي بالك الاقارب مش سايبينك في حالك وازين لك وعاملين لك وقف حال، عاملين لك وقف حال وعملوا لك سحر بلخبطه حياتك. شايفه كمان ان انت هنا عندك احلام وكوابيس مزعجه، عندك احلام وكوابيس مزعجه بطريقه رهيبه يا برج الميزان. عليك وعلى تحصين النفس يا برج الميزان ليل ونهار، علشان خاطر العيون صايباك جدا، وزي ما قلت لك انت بتحلم بكوابيس وبتحلم بحاجات مضايقاك وتعباك، فعشان كده لازم تحصن نفسك، لازم الرقيه الشرعيه. ويا ريت لو انت بتعاني من سحر او من اي حاجه اكتب تمه عشان يوصلك لينك قناتنا التانيه اللي هيكون عليها العلاج اللي هيعالجك وهيخليك تحصن نفسك اول باول ان شاء الله، علشان خاطر العيون صايباك بالحسد جدا، وده اللي كان ظاهر لك. وانا وصفت لك الستات، الست البيضة مشعر طويل وفي نفس الوقت المنقبة، ياريت تخلي بالك منهم وتكون حريص من الخلافات اللي في حياتك. تحياتي ليك وانتظر توقعاتك الجديدة.